صباح الخير عليكم، صباح يا رب مليء بالخير والسعادة والمودة لكل مصريين. إن شاء الله صباح يكون فيه ساعة رزق. إن شاء الله هكون معاكم في هذا الصباح على مدار ساعتين، وزي ما بنعودكم عندنا بيبقى وجبة لطيفة خفيفة كده على الصبح. بيبقى معانا قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، عندنا إطلالة على الأخبار الرياضية، إطلالة على الأخبار الاقتصاد، بالإضافة إلى موجز للأخبار السياسية على كل رأس ساعة. إن شاء الله عندنا النهاردة موضوعين أساسيين في هذا الصباح. بنتكلم في الموضوع الأول ما أطلقته وزارة التموين بالإعلان عن بدء موسم الأكزيون الشتوي. بتبقى فرصة كتير جدا، لأن هو مش إن احنا بس الناس يكون في حركة على الأكزيون، ولكن يكون في حالة من الرواج للبضائع اللي موجودة في المحلات. بالتأكيد كورونا والإجراءات اللي بتتبناها الدولة إجراءات احترازية هامة جدا بنأكد عليها. اللي عايز ينزل يشتري، اللي عايز يروح يعمل، يبقى برضو حاطط هذه الإجراءات الاحترازية في دماغه، وفرصة إن الجميع يستفيد من هذا الأوكيزيون، سواء اللي هيشتري أو البائع، إن هو يعمل حالة من البيع والشراء وتحريك البضائع اللي عنده. ده بالتأكيد ليه فايدة كبيرة على الاقتصاد المصري. عندنا موضوع تاني مهم جدا، وهو الموضوع حقيقي يعني كانت نقطة مهمة جدا، إن المقبلين على الزواج يكون ليهم زي كورس تدريبي كده، نقعد ونتكلم ونشوف إزاي شكل الحياة ما بعد الزواج. وزارة التضامن الاجتماعي تبنت المشروع دوت، وبتطلق النسخة السادسة من هذه الدورة التدريبية اللي بتحمل عنوان مودة، وديت للمقبلين على الزواج. حقيقي هي مهمة جدا، إن الحياة وزحمة الحياة، وفي الغالب بيبقى الزوج شغال والزوجة شغالة، ممكن بيبقوا صغيرين في السن، بيتعرضوا لمشاكل لحياة مختلفة ما بعد الزواج. إزاي إن هم يقدروا يتحصنوا من هذه المشاكل، يكون عندهم تصور لحياتهم إزاي بعد الجواز. الحياة مش كلها وردية، مش كلها صعبة، ولكن هي مسؤولية مشتركة بين الجانبين. أعتقد إن هو برنامج مهم جدا، إن هو بيشهد إقبال من العام للعام لمن هو مقبل على الزواج، إن هو يكون عنده خلفية وعندها خلفية عن إزاي نقدر نهندم حياتنا، إزاي نقدر نحط خطة لحياتنا ما بعد الزواج. دوت اللي هيكون معنا إن شاء الله الحوارين الأساسيين في هذا صباح، وبتأكيد هنبدأ معكم المقدمة بتاعتنا، وإن شاء الله كده على مدار تقريبا 30 دقيقة هنلف معكم جولة في مختلف الأماكن والأخبار سياسية اقتصادية، أخبار خفيفة كده هتكون معنا في هذا الصباح. بس هنبدأ بالنسخة المهمة جدا والفعالية الهامة جدا اللي بتستضيفها محافظة جنوب سيناء، وبالأخص في شرم الشيخ، والخاصة بفكرة أساسية كان طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة، وهي موضوع الوعي. الوعي حقيقي مهم جدا، إن أنت يكون عندك خلفية إيه اللي بيدور حواليك، أنت إيه المشاكل اللي محيطة بينا، إزاي الآخرين بيفكروا، بالأخص المتربصين بالداخل المصري، عشان يكون عندنا وعي إزاي نقدر نتعامل مع كل هذه الأمور. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف بينظم ندوة عن في إطار هذا العنوان الكبير، عنوان الوعي. وهذه الدورة اللي بتستضيفها مدينة شرم الشيخ بتحمل دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة. خلينا نشوف في البداية هذا التقرير. على مدار اليوم الثاني من فعاليات دورة الوعي الديني والتحديات المعاصرة، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام بمدينة شرم الشيخ، تواصلت المناقشة والحوارات الفكرية والدينية بين شباب الإعلاميين والأئمة والدعاة لإعداد رؤية للفكر المستنير لمواجهة الجماعات المتطرفة. لازم نبقى كدعاة وكإعلام، والمجتمع كله يقف في ظهر الدولة المصرية ويصطف وراء رئيس الدولة اللي بيبذل جهود خارقة عشان يعبر بهذا الوطن إلى بر الأمان، الأمان الاقتصادي والأمان السياسي والأمان النفسي والأمان الأخلاقي. الندوة في مضمونها أو في شكلها العام بيتكلم على يعني العمل الشامل أو العمل التكاملي بين وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للإعلام، محافظة جنوب سيناء، الكل بيتحدث. إحنا بدورنا كإعلاميين بنتكلم فيما يخص الشق الإعلامي، المقومات التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي وتحديدا المتصدي لعمل الحوار الديني والإعلام الديني.
الجلسة الأولى والتي جاءت على أجندة الدورة تناولت الأعلام الديني والتحديات المعاصرة، والتي حضر فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام حول أفكار الجماعات المتطرفة وأهدافهم في نشر الشائعات مما يؤثر على بناء الدولة المصرية. لما اطلع اتكلم واتكلم عن الوعظ وعن الدرس اللي انا بديه واللي اريد بيه اني اصحح افكار الناس، اكون ملمه بجميع الموضوعات. بالعكس نحتاج لمزيدا من هذه الدورات، والحقيقه استفدنا جدا جدا من كل المحاضرات. دورة دي مهمه جدا، عرفت الائمه ازاي كيف يتعاملوا مع متغيرات المجتمع، وازاي ان الدين الاسلامي دين احنا عارفين انه صالح لكل زمان ومكان، فلم يقف حجر عصره لزمن معين، انما ربنا قال لسيدنا النبي في القران الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال في القرآن الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لجميع الناس. فالإمام الخطيب في مثل هذه الدورة أو من مثل هذه الدورات يأخذ منها كيف يتعامل مع الأحداث. وزارة الأوقاف أعلنت خلال فعاليات الدورة عن عام 2021 هو عام الوعي الديني، والتي تكثف من برامجها وندواتها وإصداراتها لتنمية الوعي. استطاعت دورة الأعلام الدينية والتحديات المعاصرة من خلال جلساتها الفكرية الوصول لرؤية واقعية وتعاون بناء بين مؤسسات الدولة في مواجهة الجماعات المتطرفة التي تتخذ من المغالطات الدينية والفكرية سبيلا لتشويه الذاكرة، مما يتطلب التعاون بين المؤسسات الإعلامية والدينية من أجل مجتمع واعي وجيل مستنير. من مدينة شرم الشيخ، أحمد ممدوح، النيل. 500 قرية في 51 مركز على 51 مركز صحيح على في 20 محافظة. دي المبادرة الهامة والمشروع الكبير والتحدي الجديد اللي حطاه الحكومة قدامها، طبعا بتكلفات من السيد الرئيس، وما يطلق عليه مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة، مؤسسة حياة كريمة بقى أعلنت في بيان لها إن فتح باب التقدم للمشاركة في أنشطة المبادرة الرئاسية، ودوت من خلال المتطوعين من مختلف الأعمار هيقدموا الدعم لآلاف الأسر في القرى الفقيرة، وبتشمل تطوير البنية التحتية، التنمية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية. خلينا نشوف قراءة أوفى في هذا الأمر. معنا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. حقيقة تحدي جديد أمام الدولة المصرية، يعني احنا الواحد ما بيبص في هذا الرقم 1500 قرية، شيء كبير جدا وتحدي جديد جدا، وإن شاء الله نعمله زي ما كنا ماشيين بخطوات ثابتة، والنتائج شفناها هيت في موضوع ملف تطوير العشوائيات. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة مشروع تنمية الريف المصري هو مشروع الألفية الجديدة اللي بتهديه القيادة المصرية لتغيير شكل الدولة المصرية وملامح الدولة المصرية، مش في القاهرة واسكندرية وعلى الكورنيش، إنما في كل نجع وقرية لأهالينا في مصر. احنا بنتكلم على مشروع اقتصادي بالأساس، بيتكلم على التنمية بمعناها الواسع والشامل، على التنمية اللي كان دايما حتى في سؤال إعلامي مشهور جدا، متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟ فأعتقد مفيش مشروع أدل من هذا المشروع ممكن يجاوب على أن كل منطقة وكل شارع مش مرصوف ومفهوش مية حلوة ومفهوش صرف صحي، وكل قرية مفهاش مدرسة لأولادها عشان خاطر يتعلموا، وكل قرية مفهاش وحدة صحية لأهالينا سواء في الدلتا أو في الصعيد يقدروا يتعالجوا فيها. احنا بنتكلم على مراكز الشباب، احنا بنتكلم على تنمية للإنسان المصري متكاملة، بتخلق أنشطة اقتصادية مهمة جدا جدا جدا. والأهم في المشروع ده أنه ليس مشروع الحكومة، هو مشروع الدولة المصرية. يعني مش الحكومة بس مطلوب منها، الحكومة دايما هي اللي بتخوض عملية التخطيط في الدول المتقدمة، إنما التنفيذ إذا كان عندنا موارد مالية مخصصة لهذا المشروع أكتر من 500 مليار جنيه، فوجود المجتمع المدني والمتطوعين
وجود شركات القطاع الخاص اللي صحيح. هتشتغل وهتشغل الشباب في دول هو ده اللي القيمة الحقيقية في المشروع. إذا كنا كتير مننا مش عاجبه أوضاع كتيرة في البلد هي ميراث لسنوات كتيرة قوي فاتت، ففرصة لمن يدافع عن الفقراء أن يشارك في النوع ده من المبادرات وينزل. ثقافة التطوع والعمل الأهلي هي ثقافة موجودة في مصر من زمان جدا. أنا عايز أقول لحضرتك أن 1500 قرية دي المرحلة الأولى، إحنا خطة الدولة المصرية 4500 قرية وتابع اللي موجودين كلهم، واللي القيادة المصرية قالت ان في 3 سنين هنكون ان شاء الله بننتهي من تطويرهم. واحنا زي ما حضرتك قلت جربنا ده في العشوائيات، جربنا ده في الطرق. القياده المصريه ما بتقولش حاجه وما بتعملهاش. صحيح. وهي فرصه كمان لكل المتطوعين، المؤسسه فتحت باب التطوع من مختلف الاعمار اللي عايز يشارك في هذا المشروع القومي الخام. الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان، شكرا جزيلا ليك يا دكتور عمرو. طيب هنطلع بقى للعراق. حقيقي الموصل من ضمن المدن العراقية اللي عانت من تنظيم داعش، وعانت من غزوة تنظيم داعش والفكر الإرهابي اللي كان موجود من تنظيم داعش. النهاردة البلد وأهالي البلد القديمة في الموصل بيعودوا الرونق مرة أخرى لهذه المدينة وإعادة الحياة من جديد لها. بنتكلم على الحياة، البنية التحتية، الاقتصاد، كل اللي دمره داعش بيعيدوا البلد، أهالي البلد اليوم في ايدين بعض وبيعيدوا الحياة مرة أخرى إلى البلدة القديمة في الموصل. خلينا نشوف هذا التقرير. بعد طول انتظار بدأت البلدة القديمة في الموصل بالعراق تتنسم رياح التجديد وإعادة البناء في مشروع يشمل أعمال ترميم وتجميل لعدد من المباني والمحال التجارية. فرق عمل من المتطوعين لا تهدأ، فالأمل يحدوها في أن تستعيد بلدتهم القديمة رونقها. يهدف المشروع لإعادة بناء وترميم منطقة كانت بمثابة المركز التجاري للموصل قبل اجتياح داعش للمدينة. هذه المبادرة رجعت الأمل والنفوس إلى عوائلنا وإلى المنطقة، فبدأ العمل والإعمار من خلال هذه المنظمات. الفريق المتطوع يتألف من 100 شاب، بينهم مهندسون وأطباء وطلاب جامعات وعمال. تم اختيار المتاجر التي تشملها عملية الإعمار وفقا لمعايير محددة، إذ يجب أن يكون المالك قد اشترى المتجر قبل عام 2014، إضافة إلى توقيعه عقد التزام بالعمل في المتجر بعد إعادة الإعمار. خطوة إيجابية، يعني اللي ما كان له امل يفتح محله صار له امل يرجع، لان انا اعتبرها اللي يجي يفتح محله مرجله، هاي المرجله ما بالعضلات، المرجله اللي تجي الساهم وتفتح وتضحي. انا بالشهر مرات يمكن ما يجيني زبون ما استفتح، بس عاد بدي خطوه ايجابيه مع المنظمه، يعني وعدناهم انه راح نفتح. منسق المشروع محمد مسعود يقول انهم سيوفرون ماكينات التشغيل والادوات والمعدات اللازمه للمتاجر لاستئناف النشاط. طرحنا مشروع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليو اس ايد أنه الناس ما ترجع لهذه المناطق، مو يرجع حتى يتبلط الشارع ولا يرجع الكهرب، يرجع إذا رجع مصدر الرزق مالته. فنحن أخذنا تعهدات من عندهم أنه نحن بنرجع لك المحل لكن تريد حتى ترجع للمحل، وهذه واحدة من أهداف المشروع. المشروع أعاد بالفعل بناء 140 متجرا و55 منزلا في عدة مناطق وأحياء في البلدة القديمة غربي الموصل. يعني هنروح دلوقتي لتبعات، كيف هي تبعات كورونا على الاقتصاد في مختلف دول العالم. يمكن يعني احنا نفتكر الموجة الأولى من كورونا وإزاي كان العالم كله قافل، كل الأنشطة الاقتصادية كانت متأثرة بموضوع كورونا. في الموجة الثانية ابتدت الإجراءات في بعض الدول تاخذ منحنى، يعني البعض بيقفل وبعد كده بيخفف الإجراءات شوية، أو البعض بياخد زي مصر هنا معدل متوسط في التعامل مع الإجراءات الاحترازية، يعني الاقتصاد يمشي بس في ظل إجراءات احترازية. الأردن ابتدت تخفف من إجراءاتها الاحترازية، ويمكن ده اللي سمعناه أما السيد محمد العرموتي ده صاحب صالة جيم ألعاب رياضية تنفس الصعداء
بعد أن وجد الناس ابتدوا يرجعوا تاني يتدربوا في الصالة، وده الإجراء اللي تخففه الحكومة من القيود الخاصة بكورونا وسمحت لي بإعادة فتح الصالة الخاصة بيه اللي هي مصدر رزقه الوحيد. نادي العرموطي واحد من بين 3000 منشأة مماثلة تم إعادة فتح أبوابها للزبائن إلى جانب حمامات السباحة العامة، ده اللي عملوه الأردن بعد إغلاق دام شهور. وبتفرض الحكومات في أنحاء العالم زي ما كنت بقول لكم من شوية قيود صارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. الأردن بيتحرك في هذا التوقيت في اتجاه معاكس بعد أن شهدت معدلات الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية للجائحة انخفاضا حادا. وقلص رئيس الوزراء بشر خصونة رئيس الوزراء الأردني الشهر الماضي ساعات حظر التجوال الليلي وأنهى الحظر الكامل يوم الجمعة الماضي، واللي أدى لتوقف بعض الشركات عن العمل. لكن مسؤول الصحة عبروا عن قلقهم وخوفهم من تخفيف القيود في وقت تظهر فيه إصابات بسلالات متحورة من فيروس كورونا، بينها 350 حالة إصابة بعضها نتيجة مخالطة مسافرين اثنين قادمة من بريطانيا أواخر ديسمبر الماضي. حتى هذه الحين تبقى هذه الابتسامة على الوجوه للعودة من جديد إلى الحياة بعيدا عن الإجراءات أو الغلق التام اللي بيشل فعلا كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية أي حاجة بتتكلم فيها. طيب هنطلع لي احنا لسه بنتكلم معكم في إجراء التبعات الخاصة بكورونا، بس المرة دي نروح لهونغ كونغ ومعرض الأزهار اللي بيدل على العام القمري الجديد. بيتم إقامة معرض الزهور وظهرت الأوركيدة هي بطل هذا المعرض. كان في الحكومة تراجعت في هونغ كونغ عن إغلاق هذا المعرض هذا العام وسمحت ب إغلاق أسواق الزهور اللي بتقام زي ما تقولوا في العام القمري الجديد، مع طبعا بعض من أو تشديد على الإجراءات الاحترازية. يمكن التفاصيل معانا الحكومة تراجعت، حكومة هونغ كونغ تراجعت عن قرارها بإلغاء أسواق الزهور الخاصة بالعام القمري الجديد نتيجة احتجاج من جانب العامة والمزارعين، ما يعني أنها سيتم السماح لبعضها الآن بالمضي قدما على الرغم من الإجراءات المشددة ضد فيروس كورونا. وانفجرت حديقة شيبا لزهور الأوركيدة بالألوان زي ما احنا شايفين كده، وقام ملكها يونغ سيولونغ بزراعة أكثر من 30,000 آنية من زهور الأوركيد بأشكال وألوان لا تعد ولا تحصى في مشتله أو في مشاتله العشرة. طيب هو في مطلع يناير الماضي الحكومة كانت حذرت مبدئيا الأسواق، حضرت الأسواق التقليدية حيث تبيع المزارع الكبيرة آلاف الزهور لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن الحظر أطلق احتجاج من المواطنين وقام مزارعو الأزهار بالشكوى، ولذا قامت الحكومة بالتراجع بشكل غير متوقع عن إقامة مثل هذا المعرض. المعرض العام القمري الجديد المعروف بسوق الأزهار حدث سنوي بيجمع معا الآلاف من العاملين بالأزهار وبائع البضائع الاحتفالية في الحدائق العامة في أنحاء المدينة. ولكن احنا ده شايفينه المشتل بتاع الراجل بيستعد للمشاركة في هذا المعرض الكبير. ومن معرض الزهور في هونغ كونغ لمعرض من نوع آخر في بريطانيا، معرض أو متحف هايستينغز، وده المتحف المعاصر الوحيد اللي فاتح أبوابه للزوار لكن بطريقة مختلفة عن طريق التباعد الاجتماعي عن طريق الـ عن بعد، يعني فاتح الموضوع ده اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير لزواره عن بعد بواسطة روبوت آلي. خلينا نشوف الفكرة دي ازاي. في أي يوم عادي ستجد متحف هاستينغز للفن المعاصر في بريطانيا يعج بالزوار، لكن ومع قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا بدأ البحث عن بديل يعوض زوار ذلك الحرمان من دخول قاعات العرض. تعاون القائمون على إدارة المتحف مع إحدى شركات الروبوت لإتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للقيام بجولات عن بعد بواسطة إنسان آلي أو روبوت. الجولات التي تستمر ساعة بين قائمة المعروضات تساعد المتحف على التواصل مع عشاق الفن رغم إغلاق أبوابه رسميا. دبل، ذلك الإنسان الآلي الذي يقوم بالجولة المصورة عبر أرجاء المتحف، يمكنه أن يرشد نحو 5 زوار افتراضيين عبر جولات يقوم بها هو فعليا. This robot can take five people.
هذا الإنسان الآلي يمكنه اصطحاب 5 أشخاص، 5 شاشات، 5 قاعات عرض مختلفة في جولة واحدة. المجموعة قد تتكون من أعضاء أسرة واحدة في منزل أو مجموعة أشخاص مختلفين. دبل مجهز بكاميرا ومكبر صوتي كي يتسنى للمشاهدين الاستمتاع بالجولة بالصوت والصورة، كما أنه مزود بعنق قابل للتمدد كي يغطي الأعمال المعلقة في أماكن مرتفعة. المتحف لا يتقاضى رسوما في الوقت الحالي مقابل تلك الجولات، لكنه يقدمها لأعضائه والجمهور. نحن هنا لعرض ما لدينا لزوارنا، وعندما نعجز عن فعل ذلك نشعر بالخجل لأن المواطنين لا يمكنهم مشاهدة الأعمال الفنية. لذا فمن اللطيف حقا أن تكون هناك طريقة لعرض هذه الأعمال حتى وإن كان بطريقة مختلفة قليلا. مثل كثير من دور العرض والمتاحف التابعة لقطاع الفنون في بريطانيا، ظل متحف هاستينغز للفن المعاصر معظم العام الماضي مغلقا بسبب قيود فيروس كورونا، وأبوابه مغلقة حاليا التزاما بآخر قرارات الإغلاق. يعني هي طريقة للتعامل مع تبعات كورونا، لكن اعتقد الواحد بيبقى ليه رونق خاص ان انت تبقى موجود في المعرض، تشوف اللوحة عن قرب. اعتقد دي لها متعة مختلفة، يعني حتى الروبوت مش هيقدر ان هو ينقل هذه المتعة، لكن هو ده الحل الموجود دلوقتي. يعني طيب، في شمال العاصمة الروسية موسكو فكرة جديدة جدا ان هم يخلوا معرض برضه، بس هذا المعرض الناس متواجدة فيه، لكن الفكرة بتاعته ان هو بيخلي هذا المعرض المكفوفين ان هم ازاي يستمتعوا ويشوفوا اللوح يحس بيها. عملوا اللوح هناك في معرض في مدينة تافر، المعرض عملوه بالشكل ثلاثي الأبعاد بحيث يقدر المكفوفين اللي هم يوصلوا الى هذا المعرض ان هم يستمتعوا باللوح طبعا باللمس ليها، فيقدر يشوف يعرف اللوحة اهو زي ما احنا شايفين اهو اللوحة دي بتعبر عن ايه. والجميل كمان ان بيبقى مكتوب بطريقة بريل على بجنب اللوحة، اسم اللوحة مكتوب عليها بالطريقة الخاصة بكتابة الخاصة بالمكفوفين، وفي زرار اسفل اللوحة بيدوس عليه الشخص الزائر لهذا المعرض عشان يسمع تاريخ اللوحة ومين اللي عملها ومين اللي رسمها وكده. طبعا روسيا بتقيم مثل هذه المعارض ضمن سلسلة من الإجراءات اللي بتتبعها الدولة لرفع المستوى الثقافي لذوي الإعاقة من المكفوفين وإدماجهم بالمجتمع. وفي 10 لوحات نسخة طبق الأصل من أهم اللوحات العالمية اللي كانت موجودة في المعرض دوت، ويعني هي فكرة حلوة والله إن هي تخلي يعني أصحاب الهمم إن هم يقدروا يشوفوا حالة الفن وتحسوا إن هو ليهم روح وليهم حياة، وإن قد إيه الناس مهتمية بيهم ومهتمية إن هم يكون ليهم اطلاع على الفن. طيب اللي جاية دي بقى حاجة أسطورية، يعني هي بتعزف على البيانو وهي عندها 4 سنين ولازالت تعزف على البيانو حتى وصلت لسن 106 سنة. قلت ماز بتتكلم عن شعورها وقد ايه الاحساس والمشاعر الدافئة اللي بتديها الموسيقى وسط تربيتها الصارمة. هي من مواليد 1914 لعائلة من الطبقة الوسطى، واتعلمت العزف على يد والدتها الصارمة بينما كان والدها بيدير مصنع للأسمدة، وتابعت الدراسة في معهد باري إيكول نورمال ديو ميوزيك في باريس قبل أن تبدأ مشوارها الفني كعازفة في مدارس الموسيقى في العاصمة الفرنسية. مثال للتحدي وحب الحياة. هنطلع دلوقتي معاكم لموجز لأهم الأخبار الرياضية وبعده إن شاء الله